أحيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، لكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح. ورياح جيش مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي، فإنها تتحول إلى أعاصير لا تبقي ولا تذر. ورجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيداً طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة، ويقولون لشعبهم: إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. الحضور الكريم، قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثاً يتقدمون لاستلام أعلام وحداتهم البحرية من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إذاناً بدخولها الخدمة. الحق